مشاهدينا الكرام، وسعدتم مساء، أهلا بكم إلى نشرة الخامسة ونستهلها بالعنوان. تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، انطلاق الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية يناير 1974 بالعاصمة، والمناسبة محطة لإبراز قيم الأصالة والتنوع الثقافي وموعد للتفاؤل وتعزيز الارتباط الوثيق بالأرض والوطن والأمة. توجه الدولة نحو تطوير شعبة الأشجار المثمرة يتجسد عبر مشاريع استثمارية واعدة لتحقيق الاكتفاء المحلي، العينة من مشتلة الأشجار المثمرة بوادي الفضة بشلف، ومعاصر ولاية جيجل وجهة الباحثين عن أجود أنواع زيت الزيتون بالتزامن مع انطلاق حملة الجني. مسلسل الإجرام الصهيوني بفلسطين المحتلة يبلغ الذروة بإعدامات ميدانية غير مسبوقة، وكاميرا تلفزيون ترصد مشاهد مأساوية لمخلفات قصف همجي على رفح جنوب قطاع غزة. تحسباً لكان كوت ديفوار، المنتخب الوطني لكرة القدم يصل إلى بواكي الإيفوارية بعد انتهاء معسكره التحضيري الناجح بالأراضي الطوغولية. أهلا بكم من جديد. في المستهل، عقدت الحكومة اليوم اجتماعا برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، تناول مشروع مركب سحق البذور الزيتية بولاية جيجل المنتظر تسليمه نهاية السداس الأول من السنة الجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في استكمال هذا المشروع الهام. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر الجارية حاليا في ظروف حسنة نظير تدابير المساعدة والدعم لفائدة الفلاحين التي أقرها السيد الرئيس. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع طوره فريق بحث من جامعة سيدي بلعباس لمعالجة المياه المستعملة باستخدام تقنية الأوزون لإعادة استخدامها في الري الزراعي في انتظار استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية اللازمة. تحتفل الجزائر برأس السنة الأمازيغية 1974 الموافق للثاني عشر يناير من كل سنة، رمز الأصالة والتنوع الثقافي التراثي في بلد بحجم قارة. الجزائر ترسم الفرح في كل ربوع الوطن برزمنامة أمازيغية علقت في الضمير الجماعي بفأل سنة فلاحية وفيرة، وتعكس الارتباط الوثيق بالأرض والوطن والأمة. وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، انطلقت اليوم بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس بالعاصمة الاحتفالات الرسمية تحت شعار يناير كنز ثقافي ووعاء جامع من أجل تنمية مستدامة. التظاهرة التي تنظمها المحافظة السامية للأمازيغية ترمي إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الأمازيغية، لا سيما الترجمة، وكذا إطلاق ورشات لإنشاء بنك علمي لأسماء العالم والأماكن بالجزائر، إلى جانب عقد ندوات علمية وورشات تكوينية وتكريم وجوه بارزة في مجالات البحث واللغة الأمازيغية، على أن تقام مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية غدا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالة. نريد أن نترجم هذا الشعار بمحاور جديدة، بأفكار جديدة، لأول مرة حضور المؤسسات الناشئة، وكذلك لأول مرة فكرة سوق يناير في قلب العاصمة، ولكن أيضا بفكرة تعميم هذه الفضاء، هذا الفضاء في كل ولايات الوطن. ويناير زخم من العادات والتقاليد تتنوع فيه أشكال الاحتفال في مختلف مناطق الوطن، العينة في نشرتنا من سوق يناير الجديد بساحة البريد المركزي بالعاصمة. ليندا مكي.
السنة الأمازيغية الجديدة ككل عام تتسم بفأل خير لعام فلاحي وفير، وهي مناسبة ترسم ملامحها أجواء الفرح والاستبشار في كل ربوع الوطن. العدس، الحمص، القمح، والحاجة نتاع الحبوب، ونزيد الحاجة الخضراء نطيبوها باش تكون يناير مع الانوار. يناير ورسالة لها ثلاث مليح، شو انت تدير ديك السي من السين، نزلو يا زير، نخدم فاركوكوش، نسكي الجيران، ما يلي نساقشيش، ما يلي ونسارة، نتوحدنا، نخدم عيني المجا مزوار ونفرش، نجد جاتي وكيري توزال، مواد جوا، ما عندنا رزال، ذي الدواء، نتبديلي من سير نفرح. ضيق ساي ناير يعني ناير ستا كم ديني طمغرة اللي زار شريها عرس تاع الجزائريين يناير بلا طمغرة غي فلاحن طمغرة اللي زار شريها يك شرق غرب شمال جنوب. تراث متنوع كتنوع البلد القارة، وما العاصمة سوى ركن صغير من الاحتفالات الكبرى عبر كامل التراب الوطني. نهار حشيش ونهار ريش ونهار ماكله ودريس. تقاليدنا في يناير نطيبو دائما، لازم الفور سواء الكسكس سواء التشختوخه سواء الرشته سا ديبون، ورانا مع لي زونفون. احنا عندنا صفيطي، عندنا التشختوخه، وكي نقعدوا في القعده تاع الليل ما كاش كيما حاجه حلوه مع لاتاي. اسكواسه مقاز ناير ضام برش ذا ميمون، ان شاء الله خنخيات فساس الخير عدي وضرب ربي تبيشا، ان شاء الله امن دان لا ان سبوجا تكلت نيض ناس قاس نيض ناير من السن ايدا من زو نو سقاس نتشارزا اسن جمعة ان شاء الله هنيني كده مع البلدية تب شنو نقت قتمان بوس مغون ام تمي وين يلا نقت مورت نتزاير انترجى الناير سقوس السجادة سقوس سقوس. عادات وتقاليد يناير جزء من هوية الشعب الجزائري وأصالة وتاريخه العريق. ورزنامة يناير الفلاحية تعكس الارتباط الوثيق بالأرض. وفي سياق ذاته يأتي توجه الدولة في تثمين الإنتاج الفلاحي المحلي وتطوير شعبة الأشجار المثمرة على اختلافها، مشاريع استثمارية من شأنها تحقيق الاكتفاء المحلي ودخول الأسواق العالمية. العينة من مشتلة الأشجار المثمرة بواد الفضة بولاية شلف مع كريمة لشمط. بوابة استثمار فلاحي واعد تحمله مشتلة وادي الفضة بشلف على امتداد مساحة فقط 200 هكتار، أكثر من 100 هكتار منها مستغلة بين متابعة وتطوير زراعة الأشجار على اختلافها وبكل مراحلها. عندنا بريكوسي سيزونيار إتارتيف، الشتلة نبدأها من البذرة، ومبعد الجريفاج حتى توجد الشتلة، خرجوها سواء بلانتاسيون او نيفو دو بيبينير ولا خرجوها للفلاح. انتاج لمختلف الشتلات اثمر مردودا معتبرا في انتاج مختلف الاشجار على راسها الحمضيات، اثبتت بها نجاعه رؤيه الدوله في استراتيجيه دمج القطاعين العام والخاص ضمن استثمار فلاحي برهن كفاءه العمل وفق تقنيات حديثه وتجارب متطوره، سمح بفتح اكثر من 100 منصب شغل دائم. 75 راني نقول لك باللي والله راني فيها وما زلت فيها. في البدايه كانت مليحه ومن بعد رجعت طاحت، ومن بعدها كي دخلوا الشعب مع الدوله راهي تمشي نورمال. ولدعم الدوله بين تدعيم المشتل بالوسائل والمرافقه الجاده لاجهزتها الاداريه، الاثر الاكبر معززا دور هذه المشتل في تثمين الانتاج المحلي اتى اكله ولوج الاسواق الخارجيه. اصناف جديده، إنتاجية عالية، ودائما احنا دائما ندخلوا رانا نروحوا نتوجهوا لعصرنا. صدرنا الكليمانتين إلى كندا ودبي،
أفقنا هذا المشروع من خلال تسجيل على مستوى الشباك الوحيد المركزي بولاية تشلف مع منحه جميع الامتيازات التي يضمنها القانون السابق 16.09 المتعلق بالاستثمار. استفاد المشروع من مزايا الإنجاز حيث مزايا جبائية معتبرة إضافة إلى المزايا المتعلقة بمرحلة الاستغلال. جويلية 2022 مواكبة لصدور قانون الاستثمار 22-18 سجلنا ما يفوق 65 مشروع استثماري إلى غاية اليوم. مشتلة واد الفضة بشلف مثال ناجح للاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية في تطوير شعبة غرس الأشجار المثمرة بجودة عالية تؤهل ولاية تشلف قطبا فلاحيا يعول عليها اكتفاء محليا إلى توفير مداخيل بديلة خارج قطاع المحروقات. وبالتزامن مع انطلاق حملة جني الزيتون بولاية جيجل تشهد المعاصر بمختلف أنواعها نشاطا كبيرا، فبين معصرة تقليدية تأبى الزوال والاندثار وأخرى عصرية تستخدم فيها أحدث التقنيات، يبقى للمستهلك حرية اختيار المعصرة التي تناسبه. عبد الرحمن شمعون. مع كل موسم جني الزيتون يقوم هؤلاء المواطنون والمزارعون بأخذ محاصيلهم نحو هاته المعاصر التي تعرف طلبا كبيرا على خدماتها التحويلية، فمنهم من يفضل المعاصر الحديثة التي عمد على إدخالها بعض المستثمرين لاستخراج زيت بجودة عالية. نحوشوه نلقطوه ونجيبوه لهنا، يا المعصرة عند السيد هذا المعصرة تاعو مليحة ونقصدوه بزاف. مواطن مقسنطرينة جيت هنا كل عام يجي يشريو منا الزيتون، زيت تاعو ده مليح وعنده زيت فيه البنة تاع الزيتون هكا وفيه الأريرقو مليح، والحمد لله راني جيت شريت لي والله فامي خوتي والوالدة والوالد وكذا جو نعصرو نجيبو الزيتون تاعنا من مشتا العلا الله يبارك مطوره مسقمه كل حاجه على ما يرام. ورغم التطور الهائل في وسائل عصر الزيتون يفضل الكثيرون المعاصر التقليديه والتي لا زالت تحتل جزءا كبيرا على مستوى الولايه. كل عام نجيو نرحيو الزيت منا ونرحيو نديو منا الزيت، والمعصره التقليديه ولا نفضل المعصره التقليديه ما بزيت تاع يجي بنين ويجي دوك مختلف على طواحين الكتريك. جيت مسكي كذا جيت للمعصارة التقليدية هذه جبنا الزيت كل عام نجي ونديو من هنا. رانا نستقبلو في المنتوج تاع الفلاحين ونعصروه بطريقة تقليدية ويخرج الزيت جودة عالية، ونتمناو إن شاء الله يكون الإنتاج الفلاحين وافر. هذا وتحصي ولاية جيجل أزيد من 170 معصرة ذات قدرات إنتاجية تفوق 5900 لتر يوميا من أجود أنواع زيت الزيتون بالجزائر. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي وقصفه الهمجي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث شن غارة جوية وقصفا مدفعيا استهدف بلدات المغازي ودير البلح والنصيرات والزويدة وخان يونس، وخلف استشهاد 126 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية، في وقت حذرت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية من عواقب الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية غير المسبوقة التي باتت تسيطر على حياة الفلسطينيين والاجتياح الكامل لمناطق الضفة في محاولة لتوسيع العدوان الذي ترتكبه في قطاع غزة. فيما أكد العضو السابق في لجنة اختيار قضاة محكمة الجنايات الدولية أحمد براك أن الملف القانوني الذي قدمته جنوب
إفريقيا ضمن الدعوى التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، يحمل كل الأدلة القانونية التي تدين الاحتلال على جرائمه غير المسبوقة بغزة. ومن رفح جنوب قطاع غزة يرصد لنا مراسلنا وسام أبو زيد مشاهد مأساوية لمخلفات قصف صهيوني استهدف عددا من المنازل. لم تكتمل ليلة هذا الطفل الفلسطيني إلا وباغتته أحد صواريخ الاحتلال التي استهدفت شققا سكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مخلفة 8 شهداء وعشرات المصابين من عائلة فلسطينية نزحت من الشمال إلى الجنوب لاعتقادهم أنها آمنة كما يدعي الاحتلال منذ أن بدأ العدوان. بيت 5 طوابق، كل طابق شقتين، يعني 14 بيت بتحكي أنت، 14 بيت مليانين أطفال ومليانين نساء ومليانين رجال ومليانين رضع كمان. وهذا هو الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على رفح، تؤكد من الوهلة الأولى أنها تأوي نازحين، لكنها أصبحت خرابا ودمارا، ومن كان فيها يبحث عن بقايا ملابس أو احتياجات أساسية تساعدهم في العيش بمكان آخر يأويهم حتى لو كان الخطر يحدق بهم ليل نهار. فمع غياب الحلول السياسية يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في خان يونس والمحافظة الوسطى ومدينة غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في وقت يمهد فيه للدخول في المرحلة الثالثة من العدوان، والتي اتضحت أبرز ملامحها من تنفيذ اغتيالات وانسحاب من عمق المدن الفلسطينية. حقيقة بداية هذا العدوان وهو حرق فقط لقطاع غزة وحرق للشجر والحجر والبشر، هذا هو العنوان الأساسي والرئيسي الذي استطاعت إسرائيل أن تحققه. أما غايات وأهداف حقيقية التي أعلنت عنها والتي قالت بأنها جزء من معركتها هي لم تحقق ولن تحقق بأي حال من الأحوال، ولكنها نجحت بامتياز فقط في حرق الشعب الفلسطيني أطفاله وشيوخه ونساءه. ومع انتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من مرحلة إلى أخرى، تبقى معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة من الشمال إلى الجنوب دون أن تتضح أي معالم لتحسن الأوضاع الإنسانية، بل تزداد سوءا يوما بعد يوم. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. الخامسة متواصلة وفيها تتابعون في أخبار الاقتصاد، فرص شراكة واستثمار واعدة في مجال المحروقات تتجسد بين شركتي سوناتراك وإكسون موبيل الأمريكية. والآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية، في تقديمها لكم حفصة غاني. حفصة، أهلا بك. أهلا العلجة، مشاهدينا مرحبا بكم، موعدنا بعد الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الاقتصاد. بداية وبهدف بعث استثمارات طاقوية جديدة في مجال إنتاج وتحويل وتسويق البترول والغاز الطبيعي، وتأكيدا لالتزامات الجزائر تجاه شركائها الأجانب، تعتزم شركة سوناتراك عقد اتفاقية شراكة واستثمار مع الشركة الأمريكية للنفط والغاز إكسون موبيل على غرار مشاريع التنقيب والاستكشاف. من العجال تفصل. فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة بالجزائر لشركاء الأجانب سمح باستقطاب كبرى شركات النفط والغاز العالمية على غرار الشريك الأمريكي إكسون موبيل الذي حل بالجزائر لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مجال تطوير المحروقات في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. قدوم شركة مثل هذه الشركة العالمية إكسون موبيل التي تعتبر من أكبر الشركات على مستوى العالم ولديها خبرة كبيرة وحجم ووزن عالمي، حضورها الجزائر دلالة قوية على جذابة السوق الجزائرية، وما زالت هناك أفاق كبيرة للاستكشاف والتطوير في هذا المجال. قانون المحروقات وضح كل الأمور وجذب للشركات الأجنبية، خاصة أنه منح هذه الشركات مزايا في مجال الاستثمار، وفي المقابل أمن شركة سوناتراك في مجال تقاسم الأعباء والتكاليف الاستكشاف التي كانت ربما تعتبر كمخاطرة كبيرة للشركة، لكن الشركة من جهة خصصت مبلغ معتبر لهذا المجال، ومن جهة أخرى من خلال قانون المحروقات تريد استقطاب شركات عالمية لتقاسم المخاطر والأرباح في نفس الوقت. وتجسيدا لاستراتيجية قطاع الطاقة بالجزائر الرامية إلى بحث استثمارات هامة تهدف إلى إنتاج وتحويل وتسويق البترول والغاز لتلبية الاحتياجات الوطنية وتقوية القدرات التصديرية، يتوقع عقد شراكة بين سوناتراك وشركة إكسون موبيل الأمريكية. التوقيع المستقبلي لهذا العقد عقد شراكة مهم جدا بالنسبة للجزائر، خاصة في مجال أن التنقيب والاستكشاف، نظرا لأن هذه الشركة الأمريكية تمتلك قدرات كبيرة وقدرات وخاصة إمكانيات تكنولوجية في مجال البحث، وهذا ما يعني سينعكس بالإيجاب على القدرات الجزائرية في مجال الاستكشاف. شراكة جزائرية أمريكية تقوم على استحداث وتطوير مشاريع استراتيجية بالجزائر إلى جانب مكسب تبادل الخبرات والتكنولوجيات في ظل مناخ استثماري أضحى يستقطب أكبر الشركات الأجنبية في مجال الطاقة. ضمن المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الأبعاد الاستراتيجية وتيرة تحضيرات متسارعة يشهدها منجم والزنك والرصاص ببجاية لاستكمال تسوية وضعية الأراضي في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة ببلديتي تل حمزة ووادي أميزورة. هو رعزوز. بوتيرة متسارعة تخطت أشغالها نسبة 80%، تسريع عملية التحقيق الجزئي للأراضي المخصصة من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك للتجسيد الفعلي الميداني لمشروع منجم الزنك والرصاص تل حمزة وأميزور. العملية راهي تقدمت بشكل كبير في مدة وجيزة، تحقيق مع المعنيين مع المواطنين فيما يخص الأراضي، فيما يخص الأشجار، فيما يخص الممتلكات، فيما يخص جميع الحقوق المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. مشروع يعني استثماري فخم بالنسبة للجزائر، وما له أهمية بالنسبة لكل المشاريع المنجمية على مستوى الوطن. تطرقنا للموضوع الاندمنيزاسيون الاكسبروبرياسيون، وهذا يعني كرسالة لكل اطمئنان كل المواطنين الذين لهم يعني علاقة مباشرة بهذا المشروع، نقول لهم يعني كل الإجراءات قد اتخذت على مستوى الولاية وخاصة كذلك على مستوى وزارة الطاقة والمناجم وكذلك على مستوى مجمع سونارا إن شاء الله. تهيئة مراكز التكوين على مستوى بلديتي تل حمزة وأميزور لتكوين الإطارات والتقنيين العاملين في مجال المناجم من أهم مخرجات هذا الاجتماع التقييمي والمنعقد لتحيين كل الظروف اللازمة لإعطاء دفع جديد لهذا المشروع المهيكل تحسبا للانطلاق الفعلي في استغلاله. تا
تم الاتفاق اليوم على أنه فرع سوناريم التكوين الذي هو فرع من مجمع سوناريم يبدأ في تكوين الإطارات والتقنيين على مستوى ولاية بجاية لتحضير الكفاءات اللازمة لتحمل مسؤولية البدء في استغلال هذا المنجم، منجم ودم زور وتلا حمزة للزنك. استغلال منجم الزنك ورصاص تلا حمزة وأميزور مورد سيساعد على تعزيز ورفع القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة. فلاحيا الآن، وإلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي، توقع البنك الدولي استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي للعام الثالث على التوالي في 2024 بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والأزمات العالمية وانخفاض الاستثمار. وذكر البنك في أحدث توقعاته أن الاقتصاد العالمي سيسجل نموا بمعدل 2.4% خلال العام الحالي بعد نموه في 2023 بنسبة 2.6% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية قصيرة المدى للأمور لا تزال قاتمة. فتحت اليوم الأسهم الأوروبية على انخفاض لتواصل أدائها الضعيف منذ بداية العام الجاري، هذا وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب 0.1%، كما انخفضت أسهم شركات النفط والغازية الأوروبية ب 1.4%، مما أثر سلبيا وبشكل كبير على أسهم أكبر الشركات في أوروبا. إلى مؤشرات أسعار النفط في العالم، حيث تراجعت العقود والآجلة لخام برانت ب 0.3% لتصل إلى $77.36 للبرميل، كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.2% إلى $72.09 للبرميل. تراجعت أسعار المعدن الأصفر في ظل ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لينخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% لتسجل $2,024 للأوقية، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب ب 0.1% إلى $2,030 للأوقية. ختام الاقتصاد بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام النشرة، موعدنا يتجدد معكم غدا بحول الله.
شكرا لك حفصة. وفي تتمة أخبارنا وفي جو جنائزي مهيب، أوريا الثرى جثمان الفقيدة المرحومة حرم الشيخ العلامة سيد الحاج محمد بالكبير رحمهما الله بولاية أدرار، والتي وافتها المنية بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة. وكان جثمان الفقيدة قد وصل إلى مسقط رأسها مرفوقا بكل من ابنها سيدي أحمد نجل الشيخ العلامة سيدي محمد بالكبير وابن مالك أمين المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. إن لله وإن إليه راجعون. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى 9 جانفي الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 61 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و18 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 8 كيلوغرامات و300 غرام من مادة الكوكايين وأزيد من 1,200,000 قرص مهلوس. وبكل من تمنرست وبرج بجي مختار وإنقزام وجانات أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 208 أشخاص وضبطت 48 مركبة و232 مولدا كهربائيا و124 مطرقة ضغط و24 جهاز كشف عن المعادن و46 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 59 شخصا وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف و31 بندقية صيد ومسدس آلي وقرابة 48 ألف لتر من الوقود و271 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و15 قنطارا من مادة التبغ وأزيد من 13 ألف وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 267 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 339 مهاجراً بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. وفي سياق النشاط الميداني المشترك للفرق الجمركية العملياتية مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط في عملية مشتركة مع فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية بالجلفة من حجز 9,255 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين، تم ضبطها على مستوى المخرج الشمالي لولاية الجلفة باتجاه الجزائر العاصمة. وقد أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية وأخرى نفعية مع توقيف 4 أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. تندرج العملية في إطار تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في مكافحة الترويج والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
في ملف الصحراء الغربية، جدد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار المغربي، مؤكدا أن جبهة البوليزاريو والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لا يمكن أن تنخرط في أي مقاربة لا تحترم بشكل صارم حق الصحراويين غير القابل للتصرف ولا للتقادم ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال. في المغرب لا يزال قطاع التعليم يعيش على وقع حالة من الاحتقان الشديد، حيث خاض اليوم الأساتذة مسيرة احتجاجية في سياق مسلسل الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي لدفع الحكومة إلى التراجع عن النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع وللمطالبة وتحسين وضعيتهم. المسيرة الاحتجاجية جاءت تلبية لنداء التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب أمس، الذي دعا إلى المشاركة في مسيرة شموع الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية والمشاركة في إضراب وطني عام بعد غد الجمعة. في الرياضة، وتحسبا لكان كوت ديفوار، وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى مدينة بواكي الإيفوارية تمهيدا لخوض غمار منافسة كأس أمم إفريقيا في نسختها 34. وكانت كتيبة بالماضي قد أكملت معسكرها التحضيري بالأراضي الطوغولية بعد فوزها في المباراة الودية الثانية أمام بوراندي برباعية نظيفة. وسيقص الخضر شريط المنافسة القارية ضمن المجموعة الرابعة يوم 15 جانفي الجاري بمواجهة أنغولا على ملعب السلام ببواكي بداية من 9 مساء، وستكون المباراة منقولة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. حنا الهدف تاعنا هو ضمان كل والوقوف على كل صغيره وكبيره، سواء البريزون فيديراسيون ولا البيرو فيديرال، باش الفريق الوطني يتحسن على احسن ظروف. وان شاء الله حنا كيما نقولوا رانا معاه، والشعب الجزائري راه معاه، باش ان شاء الله تكون الدوره مربوحه ان شاء الله. هذا وأكد سفير الجزائر لدى كوت ديفوار الجاهزية التامة لاستقبال بعثة المنتخب الوطني والمناصرين. الترتيبات قمنا بأخذها من أجل الوصول والأريحية المنتخب الوطني، سواء من ناحية الإمنية ومن ناحية الإيواء أيضا. الفندق يعني مجهز الآن، وفيه تحضيرات أخرى ليس فقط للمنتخب الوطني، المناصرين أيضا. فيه ترتيبات أخذت من طرف وكالات السياحة مشكورة. يعني الإقامة ستكون في ظروف جيدة في بواكي، في ياماسوكرو، وممكن في مدينة كاتيولا. وأعتقد من ناحية الأمنية كل شيء يعني جاهز، ومن ناحية أريحية المناصرين كل شيء متوفر يعني لحد الساعة. وطبعا نحن نبقى متابعين كل انشغالات، حتى رجال الإعلام أيضا، كل جميع يعني هم في داخل انشغالاتنا، اي شيء ممكن نقوم به راح نكون موجودين ان شاء الله. وفي كرة اليد، يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الجدية بقيادة المدرب فاروق دهيلي قبل اسبوع عن الموعد الافريقي الذي ينطلق في 17 من هذا الشهر الى غاية 27 بالعاصمة المصرية القاهرة. هذا وتتنقل النخبة الوطنية اليوم إلى تونس للعب مباراتين وديتين استعدادا لهذا الحدث الرياضي الإفريقي. ونختم نشرتنا من أقصى جنوبنا الكبير بولاية إنغزام، حيث يبدع الحرفيون بكل مهارة وإتقان في صناعة مختلف المنتجات التقليدية المحلية التي ورثوها عن آبائهم، ويسعون لتوريثها لأبنائهم. وهبة دنداني. في فناء هذا المنزل المتواضع التقى حرفيو ولاية إنغزام الذين برعوا في صناعة حرف محلية أصيلة توارثوها عن الأسلاف منذ قديم الزمان، كالحدادة وصناعة الجلود. حرفة هذه صناعة تقليدية من الجد للجد. طريقة خدمة الماس من الحديد، نسخنه في النار كيسخن، من بعد نخبطه حتى تخبط
يتخبط مليح. يتخبط مليح يولي كشغل الموس بعد ما نبردوه بالمبرد. كي تنذبح الشاء نحكمو الجلد مازال مبلول نسلتو عليه الزغب نتاعو وندبغوه يا وراك الوقت نسبغوه ونخدمو به. نخدم هادو هادو تشاي هاتو نقولو لها هيك نحفلوها ونعدلوها. دي خدمتنا دي حياتنا عايشين بيها. حرف تقليدية يراعى في صناعتها المهارات العالية والإتقان الشديد، حيث يحول الحرفيون موادا أولية محلية إلى مصنوعات جميلة. الصوف هذا نخدمو به شحال من حاجة كيما اكسسوارات نتاع السيارات كيما الفراش والكوفر هذاك اكسسوار السيارة، ونخدمو به الفراشات نتاع الدار ونتاع الخيمة، ونخدمو به الوسائد يعني كيما بغينا. في منطقة تنقزام كاين يخدمو نساوين يخدمو زرابة هادو اللي تشوفيهم قال هادو الخدمة قال اللي تشوفي فيها هنا نخدمو الحفيرة نخدمو الخسيرات نخدمو الصوف نخدمو الجلود. مرأة ترقية نحافظ على التقاليد نتاعها كيما الحوليات كيما اللبسة نتاعها كيما الخفول نتاعها كيما كلش. المنتوج التقليدي هو مطلوب في السوق، وبالتالي نحن نعمل على زيادة إنتاج وتنويعه من أجل إعطاء فرصة للحرفي الصناعة التقليدية لولاية عين قزام سواء بالنسبة لبلدية زواتين ولبلدية عين قزام من أجل المشاركة في مختلف المعارض مختلف المشاركة على مختلف المعارض على المستوى الوطني ولما لا والمستوى الدولي. حرف محلية أصيلة بحاجة ماسة إلى ترويج سياحي كبير لتسويقها داخليا وخارجيا. الخامسة تمت، تذكير بعناوينها. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون انطلاق الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية يناير 1974 بالعاصمة، والمناسبة محطة لإبراز قيم الأصالة والتنوع الثقافي وموعد للتفاؤل وتعزيز الارتباط الوثيق بالأرض والوطن والأمة. توجه الدولة نحو تطوير شعبة الأشجار المثمرة يتجسد عبر مشاريع استثمارية واعدة لتحقيق الاكتفاء المحلي والعينة من مشتلة الأشجار المثمرة بواد الفضاء بشلف ومعاصر ولاية جيجل، وجهة الباحثين عن أجود أنواع زيت الزيتون بالتزامن مع انطلاق حملة الجني. مسلسل الإجرام الصهيوني بفلسطين المحتلة يبلغ الذروة بأعدامات ميدانية غير مسبوقة، وكاميرا التلفزيون ترصد مشاهد مأساوية لمخلفات قصف همجي على رفح جنوب قطاع غزة. تحسباً لكان كوت ديفوار، المنتخب الوطني لكرة القدم يصل إلى بواكيا الإيفوارية بعد انتهاء معسكره التحضيري الناجح بالأراضي الطوغولية. إلى اللقاء.